يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الإنسان البخيل بخله على نفسه، لأنه ضرر بخل الإنسان يعود إلى نفسه، سواء بخلا عن الواجبات أو بخلا عن المستحبات. الواجبات الإسلامية في الحقوق هي الخمس، يعني بالمائة عشرون، والزكاة يعني بالمائة اثنان ونصف، هذا واجبان. ثم بعد ذلك المستحبات الإسلامية: الصدقة، الإطعام، الإنفاق، الهدية، مسجد، حسينية، مدرسة، كتاب ديني، ما أشبه، هذه مستحبات. الإنسان إذا بخل، أما بخل بالواجبات فذاك حرام لا شك فيه، مثل بخل بالصلاة ما يصلي مثلا، شلون حرام؟ كذلك البخل بالحقوق الواجبة الشرعية. وأما البخل بالمستحبات، بخل بالمستحبات يعني شنو؟ يعني هنا ماكو مسجد، إذا ماكو مسجد صار الضرر على من؟ على أهل المنطقة، خلاص ما يحضرون صلاة جماعة، ما يحضرون موعظة، بيحضرون اجتماع، ماكو عندهم ندوات دينية، ما أشبه. فالبخل عاد إلى من؟ إلى نفسه في كل الشؤون. ثم ليس من الضروري على الإنسان أنه يقوم بشيء هو وحده، حتى بالأشياء الصغيرة، الصغائر تجتمع تكون كبيرة. هذا البحر اللي تشوفوه، هذا البحر ابتداء من أين؟ من القطرات، قطرة فقطرة فقطرة فقطرة، فمليار قطرة فمليار مليار قطرة، صار بحر. أو اذهبوا خارج الكويت، منا إلى البصرة، صحراء، الصحراء من شنو اجتمع؟ من ذرة فذرة فذرة فذرة، فمليار ذرة فمليار مليار ذرة، فصحراء لا شك. البشر الآن 4 مليارات، منين صاروا؟ واحد 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 وحدات، صاروا هؤلاء. المال أيضا نفس الشيء، يعني مو لازم للإنسان غير المتمكن أن يفكر في أنه إما أن أبني مسجدا وإما أن أترك، لا، كل بحسب قدرته يصرف المال في الشؤون الاجتماعية والدينية وما أشبه. يعني شنو؟ لنفرض كمثال، كل إنسان يومي يخلي ربع دينار، إنسان القادر بطبيعة الحال نفسه، يومي ربع دينار، يعني إيش كثر يصير بالشهر؟ بالشهر يصير 7500 دينار. بالسنة إيش كثر يصير؟ يصير 90,000 دينار، صح ومو صح؟ هؤلاء الذين جعلوا يومي ربع دينار، بالسنة صار 90,000 دينار. 90,000 دينار، تدري ايش كثر يشتغل؟ إلا لنفرض أنه أناس يريدون الزواج، ما عندهم فلوس الزواج، كل واحد ساعدتهم 100 دينار، كل واحد ساعدتهم 500 دينار، كل واحد ساعدتهم 1,000 دينار كقربة، وتزوجوا. فرد 20 زواج لنفرض. كان هنالك أناس يحتاجون إلى رأس المال للاكتساب، اعطيت 10 إنسان كل واحد 3,000 دينار كقرض حتى يكتسبوا، 30,000 دينار، 10 إنسان صاروا كاسب، 20 إنسان تزوجوا. كانوا هناك مرضى ما عندهم علاج في الداخل، كان من الضروري إرسالهم إلى الخارج،
كل واحد زودناهم 1000 دينار، يعني أنه 10 أشخاص أيضا أرسلناهم إلى الخارج بهذا الفلوس. كان من الضروري طبع كتاب ديني يكلف فرضا 1000 دينار، 10 كتب دينية طبعنا صار 70,000 دينار. وشوف في سنة واحدة من هذا الشيء البسيط كم زواج، كم إرسال مريضة للخارج، كم إرسال شاب لتكميل دراسته في الخارج، كم كتاب ديني، كم رأس المال لإنسان لا يملك. كل واحد ربع دينار باليوم. المجتمع الحي هذا معنا، مو لازم أنفرد واحد يأتي ويعطيك 1000 دينار أو 10,000 دينار حتى تتمكن. لا، أنا شفت فرد شيء جدا عجيب، شيئين عجيبين شفت في الحقيقة. أحدهما رأيته بالنسبة إلى أحد الجمهوريات الأمريكية الموجودة، يقول أن في الحقيقة غريب هذا الشيء، يقول أن هذه المدينة أخرى مدينة الكويت تريد أن تبني جامعة، جامعة جامعة. الجامعة ما كانت عندهم فلوس، والحكومة ما كانت عندها فلوس تساعدهم، لأن المؤسسات الغربية غالبا مؤسسات أهلية. يقول على أنه هؤلاء بنوا الجامعة ما يقارب ربع الجامعة بني من أن كل امرأة كانت تجعل كل يوم بيضة. يا جماعتكم ما في بيوت؟ كل امرأة في القطر في هذه المدينة كانت تجعل يومية بيضة لأجل مساعدة الجامعة. فالربع الجامعة بني من هذا الشيء، ربع الجامعة. هذا واقع. لأنه تصور الآن في الكويت كمثل، نقول في الكويت أكو 1,000,000 إنسان، نقول أكو 100,000 دجاجة كمثل، 100,000 بيضة يومية. 100,000 بيضة يعني يومية إيش كثر؟ كم دينار يصير؟ أفرض في سنة يعني كم دينار يصير؟ قطعا يصير هذا بيضة بيضة شنو بيضة. فمن الممكن أنه مو لازم الإنسان يفكر في أنه إما فرد شيء كبير يسوي أو ما يسوي شيء، لا لا بالعكس. كان عندنا في كربلاء فرد شيخ، السيد يعرفه، الشيخ محمد حسين الجندقي الله يرحمه. هذا كان ياخذ صوم، صوم استيجار ياخذ، لان الانسان اذا مات ولم يصوم يعطوه صومه استيجار، فرد واحد نائب ينوب عن في صيامه. فهذا كان يقضي الصوم يومية 20 فلس. 20 فلس شنو؟ يومية ذاك اليوم رخص، الان غالي. ذاك اليوم 20 فلس إيجار الصوم، لأن ما عنده فلوس، وهالفلوس نصف يأكل نصفه يشتري كتب. خلى فرد مكتبة ضخمة نصف المكتبة اللي ما عدد رسول الله يومي 10 فلوس ما. لكن قطرة فقطرة. في نفس الوقت كان يألف، وألف فرد تأليف 20 مجلد، دائرة المعارف الإسلامية موجود في المكتبة 20 مجلد. أنا شايف هذا يعني مو لازم في الحقيقة الإنسان إذا ما أسرف. عندك 200 دينار مشاهرة، عندك 150 دينار، عندك 300 دينار، عندك أكثر، حتى عندك 100 دينار، مو بالإمكان يومي ربع دينار يخلف إنسان؟ يومي ربع دينار يخلف لزواج عزب، لرأس المال لإنسان عاطل، لشفاء مريض، لفقير، لأرملة، لمسكين، لمسافر ابن السبيل منقطع جاء إلى البلد وما عد شيء. وشوف انت دائما يدك في كيسك، والله يجعل فيه البركة. ثم الاجتماع قام يمشي، اجتماع قام يمشي بهذه الصورة. هالفلوس اللي يجمعون في مسجدنا غالبا، في الحقيقة هذا العمل شفت جدا عمل طيب، وهو عمل رسول الله في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون الأولون هاي مساعدة. أنا في الحقيقة فرد مرة فكرت يعني تخمين أنه إيش كثر بالسنة يجمع في هذا المسجد هالشكل جمعها. هذا السيد 100 دينار، وهذا فقير 200 دينار، وهذا زواج 50 دينار، وهذا مسجد 300 دينار، وهذا كذا 400 دينار، وهذا من باكستان 300 دينار وما أشبه. شفت أنه تقريبا في كل سنة ما يقارب 7,000 دينار يجمع في هذا المسجد. كل واحد منهم يخسر، أي واحد منكم خسرانين؟ هذا دينار، هذا نصف دينار، هذا ربع دينار، هذا دينارين، هذا 5 دنانير، هذا 3 دنانير، هذا 4 دنانير، ولا أحد. لكن يأتي هنا ويفرح به الفقير وصاحب المسجد وصاحب الحسينية
والمريض واللي يريد يسوي عملية واللي تريد تتزوج واللي متأخر والمديون بالسنة ما يقارب 8000 دينار من هالصورة. وكذلك انت بامكانك مثلا افرض جماعته هسه تقول المجتمع ما يساعدوني حتى احنا نكون كم 100، لا انت بنفسك جمعت تشتري اشرطه دينيه توزع على اصدقائك بالمنشأ، تشتري كتب دينيه اخلاقيه اجتماعيه تربويه توزع على اصدقائك بالمنشأ. هذا مش يصير. شفت على انه فرد فقير مثلا يريد يركب سياره وما عنده فلوس ساعدته 5 دنانير 4 دنانير مثلا، شفت أرملة، شفت جائع، شفت متأخر، شفت كذا، ساعد. هذا شكثر فائدة في الحقيقة، شكثر فائدة لو هالربع دينارات اللي تجمعه يوميا خلت في بيتك قراية، فرضا في بيتك خليت قراية، تبصر ربع دينارات اللي تجمعها تكون القراية في بيتك، تكون الهيئة في بيتك، تشتري في شهر رمضان قرائين وتعطي كل إنسان قرآن قرآن قرآن. الحقيقة الأشياء كلش كبيرة، لكن نحن يجب أن نتعودها. فريد صديق من أصدقائنا سيد يحيى يزيد، هذا صديقنا من كربلاء، صديق لهم بعدين مسفر وراح إلى إيران، يجي للكويت أحيانا يجي عندي، يعني يجي من إيران للكويت تجارة عنده وما أشبه. يقول فريد يوم أنا كنت واقف قاعد على دكان في قرية من قرى يزد، قرية أنا كنت قاعد هناك. يقول شفت فرد واحد جاء بيده كتب، بيده كتب. هذا صاحب الدكان قال لي تشتري كتب؟ قال شنو؟ قال 18 كتاب بتومان، 18 كتاب بتومان واحد، تومان يعني 40 فلس. يقول قال لي ما يخالف. يقول طلع من كيس 18 كتاب، لكن كتب صغيرة بطبيعة الحال، أحمر وأخضر وأصفر وماوي شكل. يقول الطاه هو من طاتومان. يقول انا باعت الكتاب، طلعت كتاب مسيحي، الثاني مسيحي، الثالث مسيحي، كتب مسيحيه متنوعه. يقول ركبت وراء هذا الانسان، صحته صحته تعال تعال اجي. قلت هذه الكتب شنو تعطيها انت؟ قال هيك اكو احدى مؤسسه يعطوني كتب يقولون روح بيعهم. قلت 18 كتاب بتومان، أقل تقدير 18 كتاب يصير 18 تومان ويصير تومان. قال حقيقة هذا التومان بإلي مو إلهم، هم يقولون أنت بيع الكتب وفلوس البيع لك. قلت أنت شنو مسلم مسيحي؟ قال لا أنا مسلم، لكن هاي خوش ربح يومية، أروح في القرى والأرياف أبيع هذه الكتب يومية أحصل 30 تومان 40 تومان أعيش به. فكروا في هالطريقة، في الحقيقة تملأ البيوت بالكتب المسيحية بشيء زهيد. هذا هو، احنا على هذا الشيء ما عندنا احد. وهم اللي عندهم تدري شلون هم يجمعون فلوس؟ نفس الجمع مثل جمعنا يجمعون فلوس. والمسيحيين لا نزلوا من السماء ولا خرجوا من تحت الارض، وإنما بشر أمثالنا عندهم مؤسسات خيرية باصطلاحهم، يجمعون الفلوس في هالمؤسسات الخيرية وينشرون دينهم ومبدأهم وفكرتهم في مشارق الأرض ومغاربها كما نشروا نشروا. قبل 300 سنة في الهند ولا مسيحي واحد، الآن في الهند 50 مليون مسيحي. الآن الكنائس الكويتية من يملأها؟ هنود. كلكم تشوفوا وفي بيوتنا من هذول المسيحيات؟ كلهم هنود. هذول في ظرفية سنة 50 مليون مسيحي كونوا في الهند. 50 مليون عدد قليل في الحقيقة، تصور 50 مليون. شلون كونوا هؤلاء؟ نفس لا أكثر ولا جمعيات خيرية، تبرعات، صناديق، يجمعون فلوس، يبدون كنيسة، يساعدوهم، يعطوهم، وصار وصار وصار. الآن مو أنه أملأوا الكويت بالمسيحيات، كل الخليج ممتلئ بالمسيحيات واقع. وكل هالمسيحيات والمسيحيين ذني بسبب أولئك الآباء المسيحيين الذين ذهبوا إلى الهند وأخذوا واحد 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 يجعلوهم مسيحيين. لماذا نحن لا نصنع؟
لان كثيرا ما احنا نفكر، يقولون في كربلاء كان عندنا فرد رجل اسمه حكيم باشي، طبيب هذا. فرد طبيب اخر كان عندنا في كربلاء اسمه مؤيد الاطباء، حكيم باشي ومؤيد الاطباء. هذا مثال جميل في كربلاء القصه. الحكيم باشي اكو فرد معادي براوي شخصيه، هذا من يمرض يجيبوا له حكيم باشي، طبيب هو حكيم باشي. فرد مره تمرض راحوا يجيبون حكيم باشي، من الصدفه ان حكيم باشي مسافر ما موجود. اجا وقال له عمي الحكيم باشي مسافر، هل ناتي اليك بطبيب اخر؟ قال لا، ما جابوا طبيب اخر. يوم يومين دقيق المرض اشتد به. قال له عمي حكيم باشي مسافر ومو معلوم ايش وقت يجي، ونجيب لك معايد الاطباء لان هذا هم طبيب مثله. قال لا لا، لو حكيم باشي لو اموت، يعني ما تجيبوا لي حكيم باشي لو ابقى على مرضي حتى اموت. هسه مو لازم لو حكيم باشي لو اموت، يعني لو انه انا عندي 100,000 دينار ابني لي مسجد او حسينيه لكل شيء ما اصنع، لا ابدا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، بالمقدار الذي الله سبحانه وتعالى اعطاك ووسع عليك. ولو انك انسان عادي تتمكن ان تصنع، تتمكن ان تهدي، تتمكن ان ترشد، تتمكن ان توزع كتب، تتمكن ان توزع اشرطه، تتمكن ان تساعد هيئه، تساعد مشروع بالفلوس القليل القليل. هذا الشيء ممكن. انا فرد مره كنت اقرا قصة الهند، هذا الراندي غاند المعروف محرر الهند، هذا رجل حفاي كل فلوس ما عاد، الآن هو محامي كل فلوس ما عاد. هو كان يجمع تبرعات عانة عانة. كبار الكويتين يذكرون أن فلوس السابق كانت في بلاد أوروبية، أوروبية الوحدة الصغيرة مالها عانة عانة، يعني أربع فلوس وعلى مكتوب آنة، فلوس هندي هي. هذا كان يجمع آنة أنا أنا على أربع فلوس، أربع فلوس، وهو زعيم حزب المؤتمر الذين هم ماخذين بزمام الحكم إلى هسه، منذ 48 إلى هسه هم حكام الهند. فغاندي أول مفجر الزعامة الهندية ومخلص الهند من أيدي الإنجليز، كان يجمع فلوس لأجل مشاريعهم. شكون يجمع أنا أنا؟ هو حزب المؤتمر بطبيعة الحال أصدقائه. فرد مرة هؤلاء جمعوا 100 مليون روبية، أنا أنا 100 مليون روبية، تصور هذا الشيء. لأن الهنود فقراء كما تعلمون، كان إذا يقول لهم يطون روبية ما يطون روبية، ما عندهم روبية، وعشر روبيات ما يطون، فيأخذ أنا أنا منهم تبرع أنا أنا. صار أنا أنا 100 مليون روبية. هل 100 مليون روبية ايش كثر انفاق يصير، ايش كثر مدرسة يصير، ايش كثر كنيسة يصير عندهم، ايش كثر ميتم يصير عندهم، ايش كثر خير يصير عندهم، كل هذا. الحقيقة ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني بخل الإنسان ما يعود إلى غيره، يعود إلى نفسه. عود البخل يكون إلى الإنسان بنفسه. احنا في الحقيقة يجب علينا ان نمشي هذه المشاريع في بلادنا، لان في الحقيقة التأخر اللي عندنا احنا المسلمين، فالتأخر كلش كبير، مو يعني تأخر صغير واقع، هذا التأخر الكبير. شوف الان مثلا في الكويت اكو ما يقارب 52 منطقة، هل 52 منطقة المساجد كم منطقة المسجد؟ اكو مساجدنا يعني في 5 مناطق فقط مساجد لنا، يعني في 47 منطقة ما عندنا مسجد. من يقوم بهذه المساجد؟ قد تقول التجار يجب أن يقوموا، تجار هسه قاموا أو ما قاموا ما علينا، الكلام في أنه إحنا في صليبيخات أو في الصباحية أو في الجارة أو في الدوحة أو في الدوغة أو أي مكان، من أتمكن نجمع هالشكل فلوس نبني مسجد، أو نجمع فلوس نبني حسينية، أو نجمع فلوس نبني مكتبة، كلها نتمكن. لكن من الضروري علينا الاهتمام لهذا الشيء. كما أني أوصي كل هؤلاء الشباب الجالسين، كلكم سووا في بيوتكم مكتبات، ما
مكتبة كلش مهمة في الحقيقة. ولو مكتبة صغيرة سوي في بيتك، مو لازم مكتبة فيها 10,000 كتاب. فرد واحد سألته منه أن الشعب الأمريكي لماذا مثقفون؟ قال الشعب الأمريكي شيء عجيب. قال الشعب الأمريكي في بيوتهم عنده مكتبة في غرفة الاستقبال، عنده مكتبة في غرفة الطعام، عنده مكتبة حتى في المطبخ ماله، مكتبة مكتبة يطالع يطبخ شيء أو تطبخ شيء وهناك قاعد أو قاعدة وتطالع. هذا هم يترفعون ثقافيا. أما تعال إلى بيوتنا، بالمئة 90 من بيوتنا ما فيها مكتبة، أو بالمئة 95 من بيوتنا ما فيها مكتبة، خلاص. فنحن شعب غير مثقف. نحن ما أقصد الكويتيين، إحنا المسلمين أقصدها، شعب غير مثقف لا أقصد ولا أقصد. ثقافاتنا قليلة، حتى إلا ثقافة مال راديو، ثقافة مال تلفزيون، ثقافة مال الصحف، أكثر من هذا الثقافة عندنا إحنا ما خلاص انتهى كل شيء. ولهذا هم على طول الخط في ارتفاع. فإذا جمعت يومي ربع دينار مو لازم إلا تطيع لغيرك، سوي في بيتك مكتبة. تثقيف، تثقيف ذاتي لك وتثقيف ذاتي لي وعلى هذا المعنى. وكذلك بالنسبة إلى أشياء أخرى بالإمكان وبإمكان الإنسان بالفلوس القليلة يعمل أعمال كبيرة. فالتاجر كان في طهران، توفي الله يرحمه، هذا التاجر كل إنسان فقير يريد الزواج يساعده، ولو مساعدة بسيطة. وفضل مثلا فرد إنسان فقير يريد الزواج تكلفة 100,000 دينار، هو يعطي له 100 دينار، يعطي له 50 دينار. قال له منين هذا؟ قال في الحقيقة هذا ما عليه ثقل، أنا أي شيء اللي أبيع أخلي فرد جزء من هذا البيع في صندوق خاص لزواج العزاب. هذا هو خلاص، هاي هوايتي هالشكل. فكل إنسان كان يريد الزواج كان يعرف على أنه عند النقص هذا التاجر يساعده، ولو مو بكل نقصه بجزء من نقصه. يعني هو يساعد أي إنسان يريد الزواج وهو فقير 50 دينار 100 دينار مثلا. وهذا منين؟ قال هذا ما تكلف علي أبدا، لأن أنا أبيع مثلا صفقة 100 دينار أخلي 5 دنانير للزواج في هذا الصندوق، أبيع صفقة 10 دنانير أخلي نصف دينار في هذا الصندوق، وهذا هو يمشي شغلي. صدق لو عندنا هالشكل شي في البلاد، واحد للزواج، واحد للسكن، واحد للملابس، واحد للكتب، واحد للمساجد، واحد للمدارس، واحد للمكتبات، ايش كثر خلينا نتقدم احنا، ايش كثر حاجيات البلد كانت تمشي. فاذا دخلنا مجتمعنا يتاخر لا اكثر من هذا ولا اقل. احنا فتحنا في كربلاء، السيدين شافوا الموضوع، وإذا كربلاء آخر أكو شيخ حميد أيضا، فتحنا في كربلاء مستوصف. المستوصف مستوصف يعني مجمع، فتحنا لأن ما يكون مجمعات قوية هناك، فتحنا مجمع وأخيرا سدوها هذول موجودين الآن. في الحقيقة مجمع مستوصفنا كان غاص بالناس، شيء عجيب، اسمه مستوصف القرآن الحكيم، وكان رسمية وبعدين غلقوها ونهبوا أثاثه أيضا، راحوا كل باعوه على ثواب أمواتهم. الشاهد على أنه هذا المستوصف كان بالشهر يصرف أحياناً 3,000 دينار. تدري أنه القسمة قبل 10 سنوات تقريباً 3,000 دينار ذاك اليوم في العراق في كربلاء، هذه هواية فلوس مو شيء قليل يعني. مع ذلك هذا منين كنا ندبره؟ يصرف دينار بالشهر، هذا يعطي 10 دنانير، هذا يعطي 5 دنانير، هذا يعطي 2 دينار، هذا يعطي 3 دنانير، هذا يعطي فلان إنسان 50 دينار يعطي. فرد واحد تبرع بالمحل، محل المستوصف كله تبرع به، والأصدقاء كانوا عندنا في بغداد يشترون أدوية يجيبون. أحيانا الحقيقة من أعرفهم هؤلاء منه أصلا، يجيب الدواء يسلم للمستوصف ويقول لا تقول اسمي. حتى فريد يوم أنا كنت أمر من يم المستوصف مرور، ما كنت أكثر المستوصف أره، كنت أمر شفت فرد سيارة من هالسيارات شو اسمه موانيت وقفت، وكم صناديق كبار نزلوا من أدوية. يسألت من فرد واحد هذني مال منو، هو كان وياه في الحقيقة أنا ما عرفته. قال احنا جمعنا في بغداد كمية هذه وجبنا له، فرد صناديق كبار فرد وانت جابوا هذا الشيء. هم شلون مو يعني فرد واحد تبرع بالموضوع، هذا 5 دنانير، هذا 10، هذا 20، هذا 30، لأن كم مرة يجوا في كربلاء شافوا مستوصف ويمشي وكذا وشي ليالي الجمعة، ففرد ليالي الجمعة كانوا جايبين هذا الشيء. أنا شفت هذا الشيء.
احيانا هو المدير ماله كان يقول يجيبون دواء ويقول لا تقول اسمنا تبرع لله سبحانه وتعالى. هالاشياء الصغيره يعطي سمعه كبيره. الانسان هو يتقدم بطبيعه الحال كما تقول هذه الايه المباركه: اذا بخلت واذا بخلت انا فانما نبخل على انفسنا ونؤخر بلادنا، وأما إذا أنفقنا وإذا سلمنا وإذا أعطينا وإذا اهتممنا وإذا تعاوننا وإذا ساعدنا فإنما نساعد بلادنا على السمو والتقدم. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.